طنجونة، هم طنجونا واحنا جابونا، احنا جابونا جابنا كوماند اسمها، قال واحنا جايين، قال الجزائريين انتم من تحاربونا، ما كانش واحد اللي حاربنا ما قايلكم بالصح، المروك مازال لهم عام ويسقلوا، مازالكم عام المروك وتسقلوا، الجزائريين مازلتم بعدين، وانتم من يتحاربونا، انتم اللي تطلع الجبل وانتم اللي تحاربونا، وكان بالفعل ليش معسوبة، كي جيت هنا فتشت، لا ثورة هنا لا حتى حية، كانت نعرفها في الشرق في ولاس في جهة قالمة، نعرفها في كنواح، احنا ما عدناش، قعدت عامين وانا نفتش، اتصلت بالطاهر بالعبيدي هذا وهذا بالقاسم، دخلت معاهم الخدمة، وشني خدمتي كي دخلت معاهم، نشري في القصر من عبد الخير بن سريع، تعرفوا بالخير زين الله يرحمه، الله يرحمه بالخير بن سريع، ونسيب موسى بالقماش، نشري عليهم في القش التيني بخمس آلاف فرانك، كانت خمس آلاف هذيك حكاية، أما لا يا سيدي، هيا نلم البالا هنا وين روحنا وطاهر بن عبيد ندفعو هاد القسم هذا بجلبة، ويدفع على وراس، قالوا أودي احنا هذا كان في فرنسا، زمنا نسيوه. الأمان ما كانش فينا، قال يا سيدي واش نبعثوه لوراس، وسمعت كلش راهم سموهم واش لايحين مني، قلت له بالقسم تبعثني لوراس، أنا مانيش عارف هذا البرقع، قال لي لا ولا تروح ليه مقيد، حسيت يا ربي رحمته الروح، قال لي تاخذ منا على بوس عادل. الدهمي واحد لما يجي كان لقيته مكان شعبه، تاخذ على ابو سعادة، تاخذ على برج بوعريرين، تاخذ على سطيف، تاخذ على سطارلو، وتروح الكورناي هذا راح ذا وراس، حسن يا رب راح وملجها، هذا يا لسه رايح تشد الدورية. يقول لي سيدي هو نتاعكم جلب وجابك هنا ودينا راني أهارب على أهلي ندور القاجي وأهلي ما يهدونيش هذا أنا هارب جاي دا القاجي هنا يقول له قد وأرواح قد وأرواح مرتين يقبضني وأنا رايح الكورناي هذا مرتين يقبضني بالسؤال هذا ونعقبهم ونروح كان روحت حبسة الكار عند القهوة اللي رايح ليها عم بعثيني الملوزع جيت مساميه وقعد القهوة جهة القهوة قال لهم ادوا له قهوة قلت له لا هات هذه انت كلمة كبيرة هات هذه انت لفت بربر هات هذه انت ضربوا علي النحو قاعد يسربوا على يميني على يساري كبيرة وهذا مبطل والله انكرهوني بعد هز قهوة وجاء هو هز قهوة وجاء وقعد قال لي اسمح لي راني طولت كان ملك الكالي ترى قلت لي هات القهوة راح يقول لك هذه كلمة بيني وبينه حاجة راح بيني وبينه فكرة هذه اللي هاتها لي انت هذا فديت الناس تشرب وتخرج وتروح أنا جيتك اسمح لي صح كل عدو المقرب كان جاو العسكر جابوا هذه جميلة بحيرة شادينها وكاين القهوة فيها علي وبالي عكازينا قعدت تقعد عليهم جابوا هذيك جميلة بحيرة قال لها واحد صار جان
يا ودي لأكون تزوج بي. قلت له توش مله، ماك فرنساوي ماك عربي ماك اسبانيولي ماك مزوسي ماك. قلت له توشيني فكرتك طير بعمي زرعته. واش تحاوروا ونحو هذاك القش والكابوس والمثليات يا سيدي. قال له وش اللي خدمتي؟ قلت له كنا نخدم في المزبرة سلاح، وكان شفتكم بعيد نكملكم، كان كانوا أصحابي قريب يكملوكم. صح الله قال وقتلتوني قريب، هذا شديتني. هيا الحاصل يا سيدي، قال لهم الطبيب، قال لهم شوفوا كان تقص بالماء نحاسبكم، ترقد بالطبيب، تاكل بالطبيب، تشرب بالطبيب، ما كان الشعرات نسها، هذه جميلة أبو حيرة. هيا ما عليناش، قال لي الشيخ هذا، قال لي يا بويك اسمع به تدي الخبر لأصحابك، وقدوة إن شاء الله صباح نخرجك. هيا يا سيدي بيتين والصباح زيقوا دايرين تحت الكازينة، وخرج جهة أخرى. ما جيتش قاع الطريق اللي جيت معاها، جيت قبل تباتنا عليها من هيك.